11:05 دقيقة على راديو كافا فيم. رجعناكم في هذا الجزء من زيرو بوليتيك. نعود الرحب بالجميلة الأنيقة نسرين بن أحمد. ويعيشك سيفون. شو قلت لك جميلة الأنيقة؟ تقول لي عايشك. قلت لك عايشك. شو تبي نقول لك؟ مرحبا بيك. إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. إن شاء الله يا ربي يعطيك جبر الخواطر. جبر الخواطر اللي كنا نحكوا عليه بقيك في كافا. ما هيك نجبر في خواطري وحدي هنا هيك. جبر الخواطر. ونرحب سند النبي. سند النبي سامحني سندودة اللي هي كاب موتيفاسيون فهمت اللي هي دي موتيفي اليوم مالوغوزمون كيما العادة سندودة الله غالب. هي مدراش خاطر الجميلة الأنيقة كانت ديما لها هي فهمت أكيد اللي خزرت لها الجميلة الأنيقة تعملت الكود فولون ماني توقع تعمل فينا راس براس انتي كسر الخواطر. مرحبا سند. مرحبا سيف. مرحبا بالناس اللي تسمع فينا كل صباح. صباح الحمد لله. نعرفك مريضة وأصريت وألحيتي أنك تكوني حاضرة معنا اليوم في لبيس في زيرو بوليتيك. إن شاء الله باللطف عليك أنت وحلومة زادة مريضة. إن شاء الله باللطف. إن شاء الله باللطف. عين عين زمن حجب لكم. لي فما فيروس قاعدة تدور لفاريونت جديدة متاع الكوفيد لازمنا نستحفظ ونحاولوا بمكسيمة على روحكم وعلى الأحباب عليكم ونحاولوا أنكم الوقاية خير من العلاج. أحلام زميت يلا نمشوا الفقرة بوتي في تعويض لزميلتنا رانيم خلف الله سندة نسرين بن أحمد. سندة بن أحمد يلا بوتي مع سندة بن أحمد. بزي سندة نبدأ هنا. اليوم باش نحكي بون هي الروبريك متاع رنيم ما شاء الله نتمنى لها عمها توفى البركة فيها والله يرحمه باش نعوضها هنا الجمعة هذه. أنت معدة البرنامج تعود إلا الانيماتور لا الانيماتور ذيك لا لا تعودين تعودين لا 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 حد ما يعوض بلاست حد هوني احنا ولا بيان سور يلا دونك اليوم باش نحكيه على الأنواع البشرة اللي هما جينيرالمون أربعة اللي هي البو غراس بو ميكست البو نورمال اي بو سيش البشرة الدهنية البشرة الشيحة الميكست اللي فيها هكا وهكا والبو نورمال اللي لاهي مزيتة ولاهي شيحة ولاهي حتى شيء. باش نبداو بالبو غراس اللي هي فيها نوعين لا بو غراس فلوانت ولا بو غراس ريتونسيونيل. شنو هي الفليونت اللي البشره تحسها مزيته وتخزر لها وتحس الزيت يخرج على برا مي ما فماش دي امبيرفيكسيون معناها جينيرالمون المشكله في الزيت اللي هو معناها يظهر سورتو كي في وسط النهار برشا في الشمس هكاك في الشمس في وسط النهار معناها وقت اللي بو تتنفس دونك تخرج لك الزيت تقر زيتها نقولوا احنا مي تقر زيتها من غير امبيرفيكسيون باغ كونتر البو غراس ريتونسيونيل هي نفسها تخرج الزيت نتاعها مي افيك دي امبيرفيكسيون معني جينيرالمون يخرجوا لي امبيرفيكسيون كيما اكل سيبوم البوان بلون اكل ساعه ترقى البوان بلون ديك السيبوم محصور في لي بور والا لي بوان نوار دونك هما جينيرالمون نوعين يظهر هو الزيت في وسط النهار. علاش ديما الناس اللي مساكن يعني من برشا من البوغرازم هم ديما يغسلوا لازمهم سكين كير معناها سبيسيفيك للواحد يغسلوا وجوههم مرتين حتى ثلاث مرات في النهار ديما ياخذوا حتى للناس اللي تعمل مكياج ياخذوا مكياج ادابتي باش ديما يحاولوا يشيحوا البو اللي يردوها مات لو ماكسيموم. سينو من الغراس نمشيو طول الشيحه اللي هي العكس كومبليتمون اللي هي ديما تحس فيها تحس تغزل العب تحس البو نتاعو برشا شيحه تخلي لي غيد برشا يظهروا التجاعيد برشا يظهروا تخرج القشره بارفوا وتحس هالبو كيما الارض متعطشه كيما الارض الشيحه سبحان الله يبسا دونك اللي هي لازمها ديما العبد اللي يعاني من 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 البشره الشيحه لازمو ديما يعمل ايدغاتاسيون كو سوا بالزيوت ولا بالكريمات دي كريمات ايدغاتونت وديما يحاول الصباح معناها قبل ما يخرج ولا قبل ديما يرتب البو نتاعو بين خلينا انا اللي تقلق اكثر
والله هكا تقلق وهكا تعنقنا ديما مش نورمال. دونك البو غراس هو راه جينيرالمون اكثر وحده تقلق هي البو غراس دابخي، معناها العبيد اللي عندهم المشكل هذي خاطرهم معناها ديما الحكايه تتعاود. باغ كونتخ الشيحه وكباقي شيحه يعم طرف كريمي دغاتونت وديما يمشي ولا شويه اكران سولير وديما يتعاود، ولا الاكران سولير منصوح به في الـ في الـ في, الـ في انواع البشره الكل. فما البو ميكست اللي هي لا جات لا هكا لا هكا، فيها البارتي تاع الوجه تلقاه شيح، والبارتي الاخرى اللي هي مزيته. وجينيرالمون البلايص المزيته هي زونتي اللي بين نقولوا احنا الخشم والجبين، والبارتي هذيا اللي تحت الدقنونه نقولوا هذوكم غادي وين تشد معناها الزيت اللي لازمها دي برودوي سبيسيفيك للحاله هذيك، للبلايص اللي لازمهم شيحين لازمهم كريمي دغاتونت باش تحاول ترتبهم، والبلايص اللي هما مزيتين نحاولوا انه نشيحوهم. واحسن بو اللي هما صحه لهم اللي عندهم البو هذيا اللي هي لا بو نورمال، لا جات شيحه لا مزيته لا ميكس حتى شيء. ديزون بو بيبي فهمتني، ما فيهاش برشا ديزامبيرفيكسيون جينيرالمون، تلقى عبد محلي تغزلو ما يستحقوش برشا سكين كير، معناها ابار انه فريمون اللي هو تغسل الروتين نتاعك اللي هو روتين عادي. وي السندا دابخي هكا نحسها ميكست، دابخي نخزل نحسها ميكست. انت عندك البو غراس في بي فهمتني، انا ميكست، انتوما في الريجي حلومه والله ماشي للبو نورمال. انت ماشي على خاطر اليوم بالعكس كاينك هكا نورمال، معناها بالعكس لا بو بارفيت سيش. دونك انا قلت لك المهم في هذه كلنا وشنو ربي خلقنا بالتيب نتاع البشره نتاعنا، اول حاجه اللي هي النتواياج، نغسلو ثم نغسلو، وكل قدير وقدرو تمشي تشري دي برودوي فارماسيوتيك سواء من الفارماسي ولا معناها حسب البو ولا لي باغا، انك تمشي تيب دو بو نتاعك تغسل الصباح والعشيه. خليني في البو نتاعي ليكرون سولير سي تري امبورتون لي تو تيب دو بو، كلكو سوا نوع البشره نتاعك لازمك تستعمل بيان سور ليكرون اللي يمشي مع البشره، خاطر الحمايه من الاشعه بيان سور والشمس، واحنا ولينا 8 شهر معناها سيف وشهرين شتي، دونك سي تري امبورتون. حتى في الشتاء تستعملوا ليكرون، راه فما برشا ناس غالطي في الشتاء تستعملوا ليكرون، والناس اللي تخدم برشا قدام الضو ولا لي زورديناتور زاد لازم تستعمل ليكرون، دونك في الحفاظ على نوع البشره نتاعك. انا البو نتاعي مزيت يزيت، شنو هي لي زاستوس نستعملهم باش ما نظهرش هكا؟ ساعة انت لازمك ديما تغسل وجهك، معناها وين ترى وجهك فريمون زيت زيت زيت، لازمك عندك الجين نيتوايون نتاع البشره الدهنيه، دونك تغسل معناها حتى اكثر من مرتين ثلاثه في النهار. بيان سور تستعمل اكران، راني الاكران يستعملوا المراه والراجل، راهو ماهوش الواحد باش تحافظ على البشره نتاعك، من خاطر راهو ماهيش حاجه استيتيك، راهو كي نقولوا اكران بالعكس. بعد اعطيني نوعيه الاكران بعد في الاول مش تو بي سينو فما 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 دي برودوي دونك سكين كير مخصص لنوع البشره نتاعك، فما اخصائيين مش زاد وحدنا كيكا نتطلفحوا في الفارماسيات وفي الواحد اعطينا هكاكا صاحبتي شريت هذاك نمشي نشري هذاك، فما دي سبيسياليست نمشيو للطبيب، الطبيب هو اللي يعطينا الروتين الخاص بالبشره نتاعنا بيان سور بعد ما يعمل دياغنوستيك. برشا يمشي في بالنا مثلا تلقى صاحبتك تعمل في كرام معينه هي ماشيه مع البوم تاعها، انت مش في بالك معناها ماكمش في نفس البوم، مش تمشي باش تستعمل باش تمشي مع البوم تاعك كلي مش هكاك، معناها لازمك انت تشوف شنو هي الحاجه اللي تتماشى معاك، شنو الحاجه اللي ما تتماشاش معاك. هذاك علاش واحد يمشي سبيسياليست ويعمل له دياغنوستيك سبيسياليست ويقول له نوع البشره نتاعو معناها شنو يفسرها له بالضبط، وسولون الدياغنوستيك يعطيه الروتين نتاعو سكين كير نتاعو، ويحاول واحد يكون منظم الماكسيموم. ما ننساوش لازمنا ناكلوا مليح ماكله هيلثي، لازم نشربوا برشا ماء مينيموم 2 لتر بار جور، اللي احنا في الشتاء جينيرالمون مانيش قاعدين نشربوا الماء. الرياضه اللي هي تخرج لي توكسين ودايوغ تخلي الوجه ديما منور، والاستحفاظ. زاد نسيم ما نكثروش برشا من انواع الحاجات اللي نستعملوا فيهم في الوجه، راهو الوجه كمان عنده طاقه استيعاب. هو روتين انت روتين شنو باش يعطيك جيل باش تغسل به مثلا، هو اللي باش يعطيك الليكرون يخلطوا مثلا يستعملوا ماركه هذه يستعملوا في حاجه ماشي ماركه. لا تمشي انا قلت لك الوجه والبو اللعب معاها الامور هذيا عندها دي سبيسياليست وكل شيء. هاكا واحد يعرف كل واحد صحيح خبير نفسه يعرف يحاول يعمل حاجات انها ما تضرش، وديما انا راني نحب الناتشورال
راني نمشي برشا للناتوريل سورتو مثلا اللي عنده بوسيش تنجم تاخذ ويل داموندوس زيت اللوز من الفارماسي وتعمله من الليل لليل وتقوم تغسل وجهك الصباح راهي ماهيش مربوطه بال لي ماسك ناتوريل دونك ماهيش مربوطه باللي مويا حاجه غاليه ولا لا لا با فورسيمون راه غالي احنا كل شيء يعطينا غالي الغالي به نو نو سي با سا ماهوش الغالي الغالي افيكاس بالعكس يعني الحاجات اما الحاجات لي غوميدك القدم وكلي ماسك وكل شيء ياخذوا وقت احنا نحبوا نرقدوا نعملوهم ونقوموا واو محليه وجهنا تشوف بابا لازم يمدوا ما يقول لك الغوميد قبرخه اكزاكتومون سا واضح يعطيك الصحه نسريب احمد ميرسي سنده عندك ما تضيفي عندك ما تعرف لي سافا استعملي استوفيت واكتفيت استعملي في الكريم البوم تاعك ليه شوف كيما قالت نسرين الأغلبية حتى مع البنات وكل شيء ديما نستعملوا الحاجات الطبيعية كيما كنت قبل رنيم ديما كل مرة تجيب لنا أستوس معينة باش تحافظ بها على البوم تاعك أما بالطبيعة مع المداومة مع الماكلة معناها الصحية تنقص شوية شنو الأستوس اللي تستعمله؟ نستعمل القهوة برشا ياسر نستعمل القهوة قهوة أي برشا نحط برشا قهوة لا مش برشا لا فرنسا ولا تفريط معناها بريس كل يوم لا ما تجيش قالك اون فوا بار سيمين ماكسيموم دو فوا رنيم والله لقيت بها ريزولتا محلاه على بالعكس نظف على الاخر حكيت على رنيم في القهوه اي حكيت رنيم وقتها على القهوه كي عملت ديزاستوس باش تقولها بالبوم تاع وجهك وكل والديماسك وكل شيء حكيت عليها القهوه اي ليه القهوه باهي عندها منافع وكل شيء انا قلت لك اما زيد لا افرات التفيد مشوش نعملوا حاجه كل يوم معنى تجي تقول انا القهوه نعملها لي اون فوا دو فوا بار سيمين شفتوا ماك لي روميد وك الحاجات هذوكم دو فوا بار سيمين ماكسيموم لكن فما لي جيل نيتوايون ماهمش غاليين برشا معناها تنجم تلقاهم في لي فارماسي هذاك تعمل الروتين نتاعك الصباح من بعد اكران كريم هيدراتونت واكران سولير على خاطر لازم معناها وذي حاجه واه ومن بعد كي نروحوا في الليل نغسلوا وجهنا نحاولوا شويه ماء ورد شويه للناس شويه زيوت ناتوريل نعملوا مساج للبو نعملوا ميديتاسيون نتنفسوا نشربوا الماء هذاك كله عنده راهو مش معناها لازم واحد ما يعمل حتى شيء ويقوم يلبس في الكريمات في وجهه راهو الكريمات وحده ما عندها ما تعمل ابريتو الكريمات راهو الحاجات هذوما فيهم دي برودوي شيميك دونك فيهم لي زافونتاج وفيهم لي انكونفينيون ديما فما البلوس والموا لكن انت تحاول تعاون خاطر هي البوشنا هو بدن في بدنك دونك سي اون شين هما فما برشا برشا يعولوا على الكريم باش ليه لا ما يبدلكش شيء كريم انا قلت لك ايجين دو في تاكل تحاول تعطي لي فيتامين ولي مينيرو اللي يستحقهم بدنك في الماكله الصحيه نحاولوا لو ماكسيموم باش نوا تعمل اكتيفيتي سبورتيف كي تتعرق تخرجك لي توكسين هذيك تخرج من المسام من البور راهو العرق مش يضعف على فكره السي او 2 اللي يضعف اما لي توكسين هي اللي تخرج هي عبر المسامات وتشرب برشا ماء خاطر سي تري امبورطون للبو الماء ساعات نشوفوا ناس جلدتهم شي حط تسال يقول لك انا مانيش نشرب في الماء حاول غصب على روحك اشري دبوزه ماء حطها بحذاك انا ندخل الخدمه نحطها بحذاك سورتو غصب على روحنا مش معناها نشدوا قب 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 نشربوا في الماء لا تحط بيبيزه بويترتين ولا اترا ونص بحذاك تقول انا ما نروح مثلا لهنا للعشيه الا ما نكمل وكل مره تعمل هكا شويه ماء بخاطر ما يتشربش على بعضه هو جينيرالمون لكن لازمك تعطي لبدنك بيان سور مع الروتين والروتين راهو مش معناه تحط كريم معناه باش ترد كوا اللي نشوفوا فيه راهو في الانستغرام كله كذب يمشيو يعملوا ديزانجيكسيون ويمشيو يعملوا عمليه تجميل وتخرج لي واو البوم تاعها لا لا نقولها اجا وريني قبل ليزانجيكسيون حكينا فيها الجمال في وحكينا فيها دايوغ عمليه تجميل لكن للناس اللي انفلونسي بالناس هذوما ومساكن ما عندهمش لي مويان ومش في بالهم لازمهم المويان ولازم ما فما حتى شيء بالمويان كلها انك تعمل ايجين دو في ولا الدواء من قبل تنظم ماكلتك صحيح ومن بعد سفغي فما حاجات لازمك باش تعملهم باش تعمل ممكن احنا نحاولوا كي نستحفظوا نحاولوا نوخروا فكره الفييسمون تاع البو نتاع البشره نحاولوا ناجلوا فيه معناها مش معناها كنا باش نعملوا التجاعيد وباش نكبروا واكيد معنا وين هاربين اما نحاولوا نوخروا ونحاولوا نستحفظوا سي تو واضح سندا نبي تفضل سيف منصور ساكتة في الموضوع هذا ما عندك ما تضيفي معناها مانيش ساكتة انا قاعدة بالعكس انا قاعدة نسمع في نسرين يعني قاعدة نستنفع بالكلام اللي هي تحكي فيه انت جابكم بحذاك مقتنعة بالله مقتنعة اي مقتنعة على الاخر مادام تستعملي في القهوة للوجهك اكيد باش تكوني مقتنعة معناها الناس تلوج عليها القهوة طيب باش تشربها ليه ما احنا دوزونا احنا نشربوا القهوة والتنوى نتاع القهوة اللي تقعد ما تتمشيش حرامك ما فماش تنوى ما احنا ما لقيناهاش حتى التنوى ما لقيناهاش هي تحط فيها في وجهها الحمد لله متوفر والحمد لله جيبي مرشي نوار
هو متوفر الحق، هو راه بالنسبه للروز والقهوه موجود، اما مارشي نوار لا، هي ماش تشري مارشي نوار. لي نحكيو معنا، احنا نحكيو معنا كي نقولوا مش موجود، لا هو موجود، اما مارشي نوار نشريوها بالغلاء ونشريوها بالمعارف، ولازمني نمشي للعطار يتشرط عليا باش نشري 10000 حاجه باش تعطيني باكو قهوه باكو روز. البيع المشروط اللي هو تشكيلي هذاك. اي والله اذا الدوله سامحني، ليه الدوله لهنا لازمها تحط خمسها في سديسها سفري هو المواطنين، لكن ساعات جيت لهم تعذر مواطن على مواطن يقول لك انا عندي يعلم بيا كان ربي، ولو اني ضد راني انا المونتاليتي هذه راه ربي يعلم بيا وخليني ما صدقت ربي لقيت، لكن لو كان نعلموا سفري الكل. لكن لو بروبليم وقت اللي تقول الدوله فما ما فماش، ليه فما نقولها وقت اللي انا نمشي توا نمشي معاك للعطاء ونعطيه بزيد فلوس ونشري كيما يقول هو بيع مشروط تنخو الروز والقهوة. مش نحط كل شيء على العطار، حتى العطار راهو ليه ما نحكي العطار راهم يشرو بالمشروط. نعرف يشرو بالمشروط اما والله ما تعريش بالمشروط يا خويا، ما تبيع الجمله ماك انت عطار صالح وانت ما تحبش ضد الكوربسيون ما نشريش وما نبيعش. نسرين هو هذيك خبزته هذيك. لا ما خبزته لازم يبيع لي حاجات اخرى. ما عنديش الروز والقهوة والفرينة. مانيش شعبويين برشا. لا مانيش شعبويين. ما نكونوش شعبويين برشا. العطار هذيك هي خدمته وخدمته عطار حانوت باش يوكل صغار وكيما انت باش توكل صغار ينجم يبيع 10000 من حاجه اخرى بخدوي اخر ابار القهوه والروز والفرينه. المشكله فين لهني من اما هو كي يبيع لي باك الروز يكون بل في فرانك يبيعوا لي بربع عليه لهني هو يربح. اسمك نسرين بل زين سي نسرين تمام خرجنا لكن ديما احنا موضوع يهز موضوع احنا كنا نقولوا المشكله فين نسرين بن احمد. المشكله فين مش في العطار ولا المشكله للبرودكت اللي يخرج من المعمل للعطار في الثنيه هذيك. تعرف المشكله الحقيقيه ودي ديسكريبسيون سيف ونحي لي ودي المشكله الحقيقيه شنو لو كان راني نتو تسمع فيكم بوتين الربريك نتاعها بوتين ولا سكر وقهوه وفرينه هي المشكله الصحيحه معناها. شفنا بعضها نحن حكينا على القهوه والقهوه واستعمالاتها في البشره حالتكم المهجه وهي لا لا بجاه ربي بجاه ربي ولا مساج تو جبت هي احنا ما اسمعني خلينا قاعدين احنا اصحاب لا مش قاعدين وقت كلمه اللي نجم يستغنى على الحليب ما يشريش واللي نجم يستغنى على الفرينه مش لازم كيف كنا نعملوا نكونوا مع بعضنا مواطنين الكلنا صالحين ونحاولوا نستغناو فماشي ما يتربيو لي ديريجون اللي قاعدين على غالب يقودوا فينا. عند النبي بتنجم تستغنى على القهوه ما تحطهاش في وجهها الله غالب على خاطر كاين سرين نستغنى نجم تستغنى نسيت استغناو توا. اذا كان استغنى اذا كان استغنت سند النبي على القهوه ما حطهاش في البوم تاعها باش تجي المره الجايه مش يجينا فارس. لي توجور بيل مي بالقهوه ولا بلاش بي نعرف سنده دوبي لونطون دونك ديما محلاها فارس الشعباني يتغيب علينا تحيه لي وي خلي بلاصتو ديما مخلي بلاصتو عنده سر الفكاهه ديما مخلي بلاصتو تبارك الله عليه. يعطيك الصحه نسرين بن احمد، يعطيك الصحه سنده نبي، كانت هذه فقره بوتي لليوم.